لو في ستات جداد لسه بيتفرجوا علينا، قبل ما هنبتدي الموضوع بتاع الفقرة، تعالي نقول انه مين هي ميركل نصيف؟ ميركل نصيف السؤال ده احنا مش محضرين. مش عايز يكون في حاجة بس سبايسي كده على الهوا. ميركل ولا طيب حاضر. ميركل نصيف بنت مصرية وبتحب مصر قوي ونفسها، اقول لك حاجه بسرعه، اتفرجت على توك بتاعت اوبرا وينفري وانا عايشه في امريكا، كنت عايشه في امريكا بقالي 6 سنين، واتفرجت على توك بتاعت اوبرا وينفري وقالت ان هي لما كانت قاعده هي وهي طفله، كانت قاعده جنب مامتها وجدتها، وكانوا هما زي بيغسلوا بالطريقه اللي هي القديمه قوي وكده، وهي قاعده اتفرجت على مذيعه اسمها باربرا، ولما بصت عليها قالت انا لما هكبر هبقى زي الست دي، مش هبقى زي امي وجدتي. فانا قررت ان انا لما ارجع مصر احاول، عشان بس احاول باللي عندي، اني البنات الصغيرين لما يشوفوني يقولوا احنا في امل ان احنا نبقى بنات مصريه ونبقى عندنا حلم وممكن نحققه. انت بطله دوليه، بطله افريقيا في الجودو. برافو. طيب ميركل بتساعد على تشكيل، اعاده تشكيل الهيئه والنفسية ازاي؟ معروف جدا ان كل شخص سواء ست او راجل لما بيبقى شكله حلو، لما بتبقى لياقته البدنية عالية، لما بيبقى قاعد مشدود، وهو ده موضوع النهاردة، بيبقى فيه ثقة في النفس وثقة في الأداء. بتعرفي تبصي قدام مراية وانتي واقفة كده سعيدة ومبسوطة وفرحانة، الست دي او البنت دي هي بتعمل الكلام ده. النهاردة احنا اللي برضو للستات لسه بتفرج علينا، احنا بنعمل مع ميركل سلسلة حلقات، كل مرة فيهم ميركل بتقول لنا ازاي نخسس دراعاتنا دون تدخل جراحي، ازاي نشد مثلا الدراع جوه البيت. احنا عملناها اخر مرة صح كده، اخر مرة عملنا كده، عملنا البطن والبطن، اخر مرة عملنا البطن للمبتدئين واللي بتتمرن والكذا، كل ده جوه البيت. النهاردة بقى هي مشكلة جيل، وانا كنت واحدة منهم، الأدب. شايف انا عملت ازاي؟ بصي حتى انا شكلي عامل ازاي الكاميرا. يلا قول لنا بقى اسباب الأدب. على فكرة حبيبه قلبي، اسباب الأدب ايه؟ بصي الأدب، يعني قبل ما نتكلم على الأدب وعشان نكمل السلسله بتاعه الحلقات اللي احنا اتكلمناها في ازاي نشكل جسمنا ونوصل للجسم اللي احنا في الاخر عايزين نوصل له، احنا اتكلمنا في الرجلين، اتكلمنا اخر مره على البطن وازاي البطن ده بيغير من شكل الجسم، لانه بيبقى عارفه زي، عارفه لما الورد تعوزي تمسكيه، تمسكيه من تحت، لما تمسكيه من النص كده يبدا يتفرد زي ما انت عايزاه. نفس الفكره، احنا اتكلمنا على البطن وتاثيره على الظهر، نفس الفكره البطن ربنا خلق الجسم قدام وورا بيكملوا بعض، لازم يبقوا متوازنين عشان الجسم يفضل في صورته الصحيحه. اوكي. نفس الفكره الادب بيجي من انه المنطقة الأمامية للبنات ما بتبقاش، يا إما بتبقى أقوى من الظهر فبتسحبه، يا إما بتبقى أتقل من الظهر فبتسحبه برضو لو البنات عندها المنطقة دي كبيرة فبتسحبه، وده طبعا بيحصل لما يكون الظهر ضعيف. أوكي. فإحنا وطبعا مع البطن، فأنت بصي خليكي معايا كده، هو ده الفورم الصحيح، ده الشكل الصحيح للجسم. لما بطني بتضعف والمنطقة دي تبقى عندي كبيرة وتقيلة، أنا اتسحبت، أنا لفيت وبقيت عاملة كده، وبعدين بقعد وقت طويل عاملة كده، فالعمود الفقري يبدأ ينحني. خلي بالك المصيبة السوداء دلوقتي، ده الجيل الجديد ده، احنا يعني هنشوف بلاوي. التليفون حتى مهما انت وانت قاعدة دلوقتي قدامي فاردة نفسك، امسكي التليفون تلاقي نفسك من غير ما تاخدي بالك عملتي كده، وميزان الجسم هو الرقبة، فكل مرة بتعملي كده بتحني نفسك حتى وانت مش واخدة بالك. فهي دي الفكرة، دي أسباب الأدب. أسباب الأدب هو ضعف في عضلات الظهر، وفي نفس الوقت هقول لك حاجة، الولاد اللي بيلعبوا مثلا كمال أجسام، في منهم بيتمرنوا تشست طول الوقت وبعدين مش بيكمبنسي، يعني مش بيتمرنوا بنفس القوه الظهر، هتلاقيهم برضه عاملين كده. ادب. اوكي. فلازم يحصل توازن
بين الجسم الجزء الامامي والجزء الخلفي. الجزء الخلفي. طيب احنا معانا وطبعا عايزه اقول حاجه بس بسرعه انه ده طبعا احنا مش بنتكلم على الانحناءات بتاعه العمود الفقري. يعني احنا مش بنتكلم في حد عنده تقوس في العمود الفقري. طب ميركل، هل شنطه المدرسه ليها عامل في فكره الاتب دي؟ لو تقيله هتعمل كده، لو يعني اي حاجه يعني، ما هو خلي بالك ان انا احط وزن على ظهري لو انا مش مظبوط. انا وانا صغيره كنت احط شنطه المدرسه قدام، لحد وانا في امريكا لما كنت بروح الجامعه والشنطه كانت تقيله قوي كنت احطها قدام. انا دايما بلبس شنطه المدرسه لقدام، يعني ممكن يكون الاطفال بيكسفوا بس انا بلبس شنطه المدرسه قدام، ده اكيد. وهو ده اصح؟ اه طبعا اصح. لان بصي، لان هو هيبقى في وزن تقيل قوي غصب عني هفرده، غصب عني هفرده. اه لكن على ظهرك انت بتعملي كده عشان يشيل. لو تقيله قوي، لو تقيله قوي وبعدين اوقات بيرفعوا بيطولوا الدراع قوي وكده، لا طبعا بتحني. لو تقيله، لو تقيله الطفل شنطه المدرسه بتاعته دي اتقل، يعني دي تقيله جدا عليه، فغصب عنه هتلاقيه بيطلع لقدام. طيب احنا معانا فيديوز يا جماعه، ميركل النهارده محضرها لنا. تعالي ناخد اول فيديو وكل فيديو هنعلق عليه. طيب عايزه نتكلم على البوستشر. يعني انا في الفيديو ده هنعمل التطبيق العملي لازاي نفرد جسمنا. اوكي حلو. بس لازم نخلي نوضح حاجه، سواء في الدايت سواء في التمرين سواء في اي حاجه من الحاجات دي، لازم نعرف ان الجيم ساعه او ساعتين في اليوم، في 22 ساعه تانيين لازم اشتغل على نفسي قبل الجيم. يعني التمارين دي ده في اي حاجه على فكره، في الدايت في التمارين في اي حاجه، ما اقدرش ان انا احس ان انا الجيم ده انا بدخل كده سحر، لا ده ساعه او ساعتين في اليوم لسه عندي 23 22 ساعه. انا مش فاضيه يا ماما، احنا دلوقتي هو على الشاشه دي. عارفه هنعمل ايه؟ هنصلح البوستشر واحنا ماشيين. طيب هنصلح البوستشر. هتقولي لي بس ده ايه؟ بصي ده اسمه رو. الرو ده هو اهم حاجه هنعملها في الجسم. تجديف في ايوه، هنعمل ده بالظبط نفس حركه التجديف، اكني بقدف. ليه؟ لانه بيشد اخر، عارفه الترابيس مثلا، مش بيقولوا الترابيس؟ لا هي دي عضله ماشيه لحد اخر الظهر، مش اخر الظهر، حد نص الظهر. ترابيز دي ليه اهو؟ اه دي بقى عضله طويله. اوكي دي عضله طويله. اللي بيحصل ان هو بيشد العضله دي فاكنها بتمط الرقبه. عايزه اوضح حاجه، لو عايزين تظبطوا الاتب اول حاجه لازم نعملها اظبط رقبتي. اول علاج للاتب اظبط رقبتي. طول ما انا رقبتي منحنيه انا مش هعرف اظبط البوستشر بتاعي. فاول حاجه ان انا اظبط الرقبه وليها وضع، ما هياش كده. عشان في ناس بتقول لك ممكن نرجع يا جماعه لو سمحتوا، اعملي تاني انت عملتيه ده. عشان اظبط الاتب بره الجيم لازم اقوم من وضعي طول اليوم. الجيم هيقوي لي العضلات، صح؟ حلو، هيقوي لي العضلات، فدي حاجه حلوه هتسحبني. بس غير كده انا مش هينفع الساعه دي تحل لي تقوم ب 24 ساعه تانيين. هنعملها ازاي؟ ان لازم في العادي انا اصلا بفكر نفسي ان دايما ابقى مفروده. عشان ابقى مفروده ايه الوضع الصح اللي انا المفروض اقعد بيه؟ اول حاجه رقبتي. رقبتي هي ميزان جسمي. لما بعمل كده بعمل كده. انت قصدك ان لما اجي اقعد افضل قاعده عامله كده؟ مش صنم. ايوه بس ابقى دايما رقبتي مش عامله كده. يعني عايزه اقول لك ان في ناس بتنحني كده وتبقى بصالك كده، هو مش كده، هو انا بفرد رقبتي. بصي اول ما هفرد رقبتي هيحصل ايه؟ لما اطلع رقبتي هبدا اتعدل. لما اتعدل كتافي، تاني حاجه هي كتافي. كتافي برجعها لورا. شايفه انت قاعده عامله ازاي؟ اه هو ده بالظبط اللي انا بتكلم عليه، انه الكتاف لما بتبقى ضعيفه بتعمل كده. انا عايزه ارجعها ازاي؟ كده، هعمل كده وكتافي، وبعدين صدري هيبدا يتفرد، كتافي ترجع لورا. في ناس بتقول اعملوا المنبه كل 20 دقيقه يرن يقول لك اظبط قعدتك. ليه؟ لان طول ما انت قاعده على مكتب، يعني الناس اللي بتشتغل من 9 ل 5 دي قاعدين عاملين كده طول اليوم. طول اليوم. هيعملوا ايه؟ أوكي. بيحطوا الارم بس بيقول فيكس يور بوستشر، اظبطوا قعدتكم. يقوم قاعدين كده. يظبطوا، يقوم عاملين كده قاعدين تاني. بس تفضلوا. طب التمرين اللي احنا شفناه المره اللي فاتت ده نعمل منه كام عداه؟ بتاع التجديف؟ ممكن نعمل منه من 8 ل 12 عده، وممكن نعمله 3 مرات كبدايه. اوكي اللي بعده يا جماعه
الفيديو اللي بعده بليز. ده للبنات اللي مش هتعرف تروح الجيم. هذا الاختراع. برافو عليك. خطير. ليه؟ اسمه ايه الاختراع ده؟ استك. فاكره زمان سمير غانم لما كان بيطلع بالسوسته؟ ميزو. هو ده هو اهو. ده ال يعني هما طوروا الحمد لله من السوسته عملوا استك. اوكي. ده انا بتمرن بيه في البيت. تحطيه على ايه؟ ده لما بسافر بروح في اي حته. ممكن تحطيه في اي حاجه، اي حاجه ممكن تربطي يعني اوكره باب مثلا. اه اوكره باب ممكن تحطها في الاوكره. ممكن تتحط لو حاجه بتتعلق، ممكن تحطيها على اي حاجه يعني على حسب انت عايزه تحطيها لقدام ولا تعمليها لفوق. في التمرين ده، التمرين ده هو نفس التمرين اللي انا عملته بالماشين، بس انا في الجيم. انا مش في الجيم، هعمله ازاي؟ هعمله بنفس الطريقه دي. هعلقه في اي حاجه ممكن تبقى اوكره. وعلى فكره الاوكره قصيره قوي، انا ممكن اقعد على ركبي يعني. انا ما انت الاوكره قصيره وانا طويله، يبقى انا كده بمرن عضله ثانيه. هعمل ايه؟ هقعد على ركبي وشد. المهم ان انا بسحب لحد جنابي واطلع واسحب تاني لجنابي واطلع تاني. كم عده بقى وكم تمرين؟ نفس الفكره. بنحاول نجيب 8 عدات ل 8 عدات 3 مجاميع. 3 اوكي. 3 مجاميع. اللي بعده يا جماعه. سوسته مش بقول لك. فكرة في ايه؟ انه في بارت كبير قوي هو ضعف العضلات بتاعت الكتاف. انا كده بقوي من عضلات مش بس ظهري، عضلات ظهري والكتاف. احنا قلنا انه عشان ده ما يعرضنيش يا ميراكل. ما يعملش ايه؟ ما يعرضنيش. لا ما هو بصي، ربنا خلق العضلات عشان تبقى في مكانها، رجعوها في مكانها وبعد كده نحاول نكبر من العضلات. ان انا اعرض ده يعني الناس بتخاف منه، بيقول لك بالكي. انا عايزه اطمن البنات كلها قوي، محدش بيبقى بالكي بالصدفه. حلو؟ عشان ابقى بالكي كبنت في جسمي ما فيهوش هرمون ذكوره كتيره، دايما لازم ابقى باكل كتير جدا جدا جدا، او باكل عشان الهدف ده، وبتمرن باوزان ومعمول لي بروجرام عشان ابقى بالكي. مفيش بنت هتروح الجيم لوحدها تبقى بالكي. اوكي. وممكن اطلب طلب الامهات اللي بناتهم بدأوا يروحوا الجيم. انا كنت في ايفنت امبارح وبنت جت قالت لي انا بدات اروح الجيم وانا متحمسه. البنت واضح ان هي ما جابتش جامعه يعني، متحمسه جدا وبدات العب رياضه ومبسوطه، بس مامتي عماله تقول لي انت شكلك هيبقى راجل، انت شكلك هيبقى راجل. فبدل ما البنت متحمسه جدا باللي هي فيه، صدقوني يا جماعه، بس الامهات بلاش الكلام ده لبناتكم عشان هو بيأثر. ما تبقاش هي متحمسه انها تروح تلعب رياضه وهتهتم بجسمها وهتهتم باكلها وهتثق في نفسها وانت بتقولي لا انا معاكي يا راجل. انا معاكي. الرياضه مش بس بتحسن، لما جسمي بيبقى حلو بيأثر في ايوه طبعا، ثقه في النفس عالميه. هقول لك حاجه، عارفه ليه؟ يعني الرقبه دي بيقول لك دايما ان البنات الواثقه في نفسها بيبان عليها من شكلها. انا ماسكه في من نفسي. دخلتها. ايوه هي دي اللي بعده بقى. ماشي. ها ده ايه ده يا حاجه؟ بنحاول نقوي عضلات الكتاف والظهر. واجان انا حطيت ده في اي حاجه، ممكن تحطوا في اي حاجه يا جماعه. وعايزه اقول لكم حاجه، ممكن لو ميلتوا الظهر يعني لو ميلتوا شويه يعني، انت ممكن تعمليه عادي تنزلي، او ممكن تميلي لورا شويه وتشدي، فهتركزي اكتر على عضلات كتافك. وما تخافوش مش هتعرضوا. الجسم حلاوته في ان كل عضله تبقى واخده الفورم الصح وفي مكانها. التمارين دي بتشد الحته دي. بصي يا ميركل، الحته دي بصي الحته دي فيها مشكلتين. اه احنا متفقين على ايه في كل الحلقات؟ اي ترهلات هو نوع، هو نوعين. انا كل حلقه باجي اقول الكلام ده، هو دهون زايده في الجسم وعضلات مريحه. التمارين دي هتظبط شكل العضلات، كل عضله تبقى في مكانها. يعني دي كمان هتتظبط مع التمارين دي، هتظبط الحته اللي هي بتبقى ما هي مترهله، هي عضلات مترهله وكمان عليها الدهون. طب اللي بعده يا جماعه، قبل ما هما يحطوا الفيديو. طيب لو هو لا الفيديو احنا لسه عاملينه، عايزين فيديو تاني. لا ده الرينج اوف موشن بتاعه اكتر. الاولانيه كنا بنعمل لحد هنا، في بنات ما يقدروش يعملوا كل الرينج اوف موشن من اولها. اوكي. فالناس بتتمرن الاول يعني بتعمل بس لحد هنا،
وبعد كده اقدر اقوي اكتر ممكن اسحب اكتر، وكمان ممكن لو انا رجعت بظهري كمان وعملت نفس الحركه هشغل عضلات ظهري، سوري عضلات كتفي من ورا. في ناس بقى بتعمل الحاجات اللي انت عملتيها دي بس من غير لاستيك ولا يعني كده اهو. ممتاز. كده ممتاز. ممكن يعملوها على وشهم على الارض ويحاولوا يعملوها لو هم عملوها على وشهم بس عشان يعملوها. في فيديو في الاخر على الاطالات اللي بعده يا جماعه كده، يعني مثلا هيبقى في ناس ممكن تعمليها على الحيطه وتعملي اطالات. ده ايه ده يا حاجه؟ ده نفس الفكره، انا بقوي عضلات الظهر وبقوي عضلات كتفي. خلي بالك ده احنا بنقوي ظهرنا. واللي عندها غضروف تعرف تعمل التمرين ده؟ بصي انا ما بحبش اقول الحاجات دي لما بتتكلم في الاصابات لسبب، الغضروف ده من درجه قد كده لدرجه قد كده. انا شخصيا عندي غضروف بس انا دايما بقول انا عندي 2. اوف. فالفكره انه انا ما بحبش اتكلم في الاصابات لان دي لازم يتكلموا مع دكتور دكاترة. ومن فضلكم ما تتكلموش مع مدرب، كلموا مع دكتور. واللي انت عملتيه ده اللي هو الاوزان دي ينفع تبقى بدلها ازازه ميه؟ ممكن تبقى ازازه ميه. فيديو بعديه يا جماعه. وحش ده نفس الفكره. ما شفتيش ايام زمان انت. بصي نفس الفكره، انا بحاول يعني كل ده لنفس التمارين، ان محتاجه اقوي ظهري ومحتاجه اقوي عضلات كتافي من ورا. ولو رجعت شويه يعني انا وانا بعمل التمرين ده ممكن ارجع تاني شويه لورا، فبدل ما بسحب لتحت انا بسحب لقدام يعني كده، مش عارفه بقى ده اسمه ايه، فاهمه؟ فانا بسحب كده. بصي اي بنت بتتمرن سواء في البيت او في الجيم اللي بعده لازم تفكر انا حاسه بالوجع فين، حاسه بالوجع فين، في الشد فين، انا بمرن ايه. حلو، يعني انا قاعده كده بشد كده يبقى انا بمرن العضلات دي، اول ما ارجع كده بشد كده يبقى انا بمرن عضلات تانية. ابقى واخده بالي يعني حاجات صغيره جدا. استني، يعني انت بتقولي اللي يشد كده دي حاجات معينه بس. أوكي. يعني لازم خريطه، بس لو انا بشد كده حاجه وبشد كده عضلات تانيه. ميكل ده الفيديو الاخير صح؟ بص ده، إيه؟ ده الاسترتشنج. انا عايزه الستات يعملوا الحركه دي، بسيطه قوي صح؟ بس اي واحده يعني انا مثلا شخصيا بعملها لما بصحى من النوم. ايوه الفوائد ايه يعني؟ بصي الفكره كلها ان العضلات اللي ماسكه كده دي محتاجين نطولها. مش احنا بنتكلم ان العضله لازم تبقى في مكانها، كمان العضله لازم تبقى في طولها الطبيعي. حلو؟ لا مش لما فهم. لما بيبقى عندي اي نوع من العضلات بتتخلص؟ ايوه زي ما انت بتقول بتتخلص. زي لو انا البوستشر بتاعي مش صح بقت العضله لا طولها مناسب ولا قوتها مناسبه. فبعمل ايه؟ بطول العضله. عارفه زي البنات بتوع اليوجا تلاقيهم مفرودين ما عندهمش عضلات قويه، بس عندهم عضلات مفروض طبعا قويه، بس انا بتكلم ان هي مفرودين. لو خدتي بنت بتاعت يوجا تشيل حديد مش هتعرف تشيل حديد تقيل، يعني تشيل حديد بس عادي، بس قوتها في انه العضله نفسها في جمال في العضله الطويله. الفكره كلها ان انا بحاول اطول اطول اطول. يعني هقول لك حاجه، عارفه زي ما بيقول لك في فروزن شولدر، لما الناس بتروح للدكتور الطبيعي العلاج الطبيعي يعمل ايه؟ بيحاول يفضل يزق 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 عشان يوصل للعضله لطول العضله المناسب. طيب السؤال الاخير اتفضلي. عايزه سريعا كده تقولي لي كده فين كده فين كده وهكذا للضهر. بصي اللي انا هقوله انه نتاكد بس، اي واحده مرتبه دلوقتي نتاكد انه مش عايزه لخبطهم قوي بعضلات من جوه الاناتومي عشان ما لخبطهمش، بس عايزه اقول لهم حاجه، لو انت عندك المنطقه دي تقيله وكبيره وبعد الرضاعه والحاجات دي كلها البنات شكلها عمال بيتغير، لو انت حاسه انه المنطقه بتاعتك العلويه من الجسم لو حاساها انها اكبر من الجسم الطبيعي، ان واحده في طولك ووزنك مش هيبقى كده وظهرك ضعيف، اعرفي ان انت محتاجه تقوي عضلات الظهر قبل ما تفكري في اي عمليات، قبل ما تفكري في اي حاجه فكري انك محتاجه تقوي عضلات ظهرك. تقويه عضلات ظهرك هتفردك، هتخليكي، وركزوا كمان ان احنا نقوي كمان عضلات بطننا
اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت. هنقوي عضلات بطننا وهنقوي عضلات ظهرنا عشان نتفرد، ده هياثر على ثقتنا في نفسنا وكل حاجه. حلو ميركل، انت نورتينا النهارده. ثانك يو. و هنستمر لسه مع الاستاذه في سلسله حلقات كتير ازاي نظبط جسمنا من غير اي تدخل جراحي. ميركل نصيف، انا بحبك قد الدنيا. وانا كمان. فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هي ومس.